السلام عليكم. ميساجات ديال صندوق الضمان الاجتماعي ما تثقش فيهم بزاف، وبالاحرى ما تتبعهمش في كل وقت حتى يكونوا كيخصوك، فما يجيكش ميساج ومباشره تبدا دير خطوات على انه كيخصك. تاكد بعدا ان داك الميساج كيعنيك انت، وانا غنفسر لك كل شيء في هذا الفيديو باش تحمي نفسك، خصوصا مؤخرا واحد جوج ميساجات يقدروا يضيعوك الا ما عرفتيش تتعامل معها. الميساج الاول اللي كيقول لك راه الدعم ديالك حابس وما غيتطلق لك حتى تمشي تخلص داكشي اللي كيصير لك الضمان الاجتماعي في التغطيه الصحي. الميساج الثاني اللي كيقول لك راه وقفنا لك امو التضامن حيت المؤشر ديالك طلع، ولا بغيتي تاخذ التغطيه الصحيه سير خلصها عن طريق امو الشامل. هاد جوج ميساجات بالضبط رد منهم البال مزيان ديال صندوق الضمان الاجتماعي. بزاف ديال الناس وصلوهم هاد الميساجات وهما ما كيعنيهمش، والا وصلك هاد الميساج هو ما كيعنيك وتحركتي على اساس انه كيهمك تقدر تزرف. حالاش الميساج الاول اللي كيقول لك راه الدعم توقف لك وباش يرجع ولا باش يدوز، حيت كاين الناس اللي توقف لهم طرفد لهم الطلب خصهم يمشيو يخلصوا الضمان الاجتماعي اللي كيعنيهم هذا الميساج، يخلصوا الضمان الاجتماعي ويعاود يديروا شكايه ولا يديروا طلب جديد باش يرجع الدعم هذا توقف ليه. وكاين الناس اللي الدعم مازال دايز ولكن قالوا لك حنا راه حابسينو بلوكينو، ان فوا تخلص غيدوز ليك، وعندك اخر اجل بالصرف من واحد الاعفاء وهذا الشهر 4 الاخر شهر 4 يسالي غتخلص عام شهر 12 2023 حتى لشهر 4 ويرجع لك الدعم ديالك وتبدا تستافد من التغطيه الصحيه، ولكن تبقى مكمل الخلاص ديال التغطيه الصحيه. هادشي الا كان تيهمك الميساج، وانا غنقول شكون تيهم. اذا خصك تخلص من شهر 12 2023 وتخلص 1 و2 3 و4 وتبقى مكمل، ان فوا تحبس الشهر يقدروا يعاودوا يحبسوا عليك الدعم، يا اما يبلوكيو يا اما يرفضوا لك الطلب، يقول لك سير خلص اخويا عاد دير طلب جديد ولا عاد دير شكايه باش يرجع لك الطلب. ولكن باش ما نتوهوش على الموضوع هادشي تكلمنا عليه، حنا غنتكلموا دابا الا جاك هاد الميساج فوقاش كيعنيك، فوقاش ما تخلطش، يكون الدعم غيدوز ليك ولا يكون طرفت ليك سبب اخر وانت تتبع الطريق ديال هاد الميساج وتصدق تضيع الوقت وتصدق تزرف تخلص على شي حاجه انت ما كنتيش غتخلص عليها ولا ما كنتيش باغي تخلص عليها. اذا جاك هاد الميساج اول الناس قال لك راه توقف ليك الدعم سير خلص امو الضمان الاجتماعي ويرجع لك الدعم مزيان. نشوفوا الحاله الاولى هي انه انت فعلا عامل غير اجير، سطر عليها عامل غير اجير، بمعنى خدام عند راسك ومسجل خدام عند راسك وكتخلص على راسك التغطيه الصحيه، مسجلك شي غرفه مسجلك شي جهه في الضمان الاجتماعي انك ملزم تخلص على المهنه ديالك على الحرفه ديالك على فتاحتك على اي حاجه. الا جاك هذا الميساج وكانت فيك هذه الصفه هذه وكيصالك الضمان الاجتماعي مثلا عام ولا عامين ولا 6 شهور ولا عام ونص، سير استافد سير تبع هذا الميساج راه كيخصك، خلص شهر 12 وبدا تخلص هاد 4 شهور الاولى كاين قبل ما يسالي شهر 4 باش يرجع لك الدعم ديالك وتبدا تستافد. ما حد كتخلص التغطيه الصحيه ما حد الدعم يبقى يدوز ليك، دابا راه كاين قانون، الدوله دابا عندها قانون، عندها واحد السيروت تقدر تسد عليك به الدعم، قانون 46/23 صوت عليه البرلمان وخرج في جريده رسميه تيقول شوف عامل غير اجل، عامل غير اجل ما خلصتيش التغطيه الصحيه نحبسوا لك الدعم. قانون دابا هذا ديرو في بالك، انت عامل غير اجل دير في بالك هاد الهضره لما يصدعك شي واحد. الطرف الثاني هو اللي درت على قبل الفيديو هما الناس اللي غيتزرفوا وهاد الميساج ما كيعنيهمش، خصوصا الناس اللي عندهم المؤشر فوق 9.32 وما كيستافدوش من امو التضامن، ما كيستافدوش من امو التضامن ودفعوا الدعم وتقبلوا لان عندهم اقل من 9.74 وجاهم هاد الميساج بالغلط ولا مقصود او علم نقول حتى حاجه. اغلبيه ديالهم فهموا على انه هو حيت جا المؤشر فوق 9.32 وردوا البال مزيان هاد الهضره وما كيستافدش من امو التضامن لي فابور، واخا هو ما خدامش عند راسو خرجوا له داك القانون ديال 60/22 قالوا له امو الشامل تولي تخلص على حساب المؤشر ديالك من 144 درهم وانت طالع، ففهم ان هاد الميساج كيخصو هو راه ما كيخصوش. وسمع مزيان سمع مزيان، القانون 46/23 اللي قلت لكم دابا شويه تيقول لك شوف ما خلصتيش التغطيه الصحيه غنحبسوا لك الدعم. السيروت 46/23 القانون خارج من البرلمان وكاين في الجريده الرسميه، كيهم غير العمال غير الاجراء غير الناس اللي خدامين عند راسهم، ما كيهم حتى شي واحد اخر، لا امو الشامل لا امو التضامن لا حتى شي واحد اخر. اذا انت الا شتي الميساج وماشي من العمال غير الاجراء ما تسوقليش، وياك تفهم على انه كيخص امو الشامل وتقول ناري خصني نبدا نخلص التغطيه الصحيه على حسب المؤشر ديالي ولا غيحبسوا لي الدعم، ولا يكون الدعم فعلا حبس ليك ودخلتي لمنصه الدعم ولقيتيه مرفوض وما حاطين لكش السبب، ولا يمكن حاطين لك السبب وانت ما شتيش ويجيك هذا الميساج هذا وتقول صافي هذا هو السبب وتمشي في هذا الاتجاه، اتصدق تولي تخلص امو الشامل لان مشيتي نخرطتي فيه والتزمتي. ونزيد نذكركم بعض القضيه، امو الشامل راه اختياري
باش تدخل ليه، ولكن الا دخلتي وتسجلتي خصك تبقى تخلص كل شهر ولا اجباري. اذا الا جاك هذا الميساج يا ولد الناس، المؤشر ديال قل من 39 ما تسوقلوش امو التضامن. وكاين كما قلت قبل شويه الناس اللي عندهم اصلا المؤشر طالع، هذوك غيبداو يخلصوا، مشاو سد عليهم الباب، شداتهم الكاميرا، دخلتي الامو شامل، راه ما عندكش الحق تخرج، تحبس الخلاص. ما يحبسوا لكش الدعم لحد الساعه، ما كاينش قانون تيقول انه الا حبستي الخلاص الامو الشامل يحبس لك الدعم، ولكن غيبداو يزيدوا عليك الغرامات والزيادات ويحبسوا لك التغطيه الصحيه. اذا الخلاصه فهاد الميساج هذا ديال انه الدعم تحبس ليك، الا ما كنتيش من العمال غير الاجاره ما تسوق ليش، سواء المؤشر ديال قل من 39 ولا فوق 39. مزيان هضرنا دابا على هاد الميساج ما يقولبكش، ندوزو للميساج الاخر حتى هو كيجي هاد الايامات بزاف ديال الناس، تيقول لي اسيدي المؤشر ديالك راه فات العتبه ديال 9.32 وغنحبسوا لك امو التضامن، وخصك الا بغيتي التغطيه الصحيه دوز اخويا الامو الشامل تسجل فيه وبدا تخلص كل شهر بتستافد من التغطيه الصحيه على حساب المؤشر ديالك. كما قلت من 144 درهم متطالع تقدر توصل حتى فوق 1000 درهم في الشهر. هذا الميساج حتى هو نفس الشيء، الا جاك ولد الناس عندك ترعد وتخاف وتقول ناري التغطيه الصحيه مشات، وانا مريض وكنحتاج الدواء وكنحتاج شي حاجه، غنمشي اخويا نبدا نخلص عليها، وتقول ناري في اخرى انا اخويا كنشد الدعم. وسمعت بزاف ديال الناس تيقولوا انه اللي ما كيخلصش التغطيه الصحيه غيحبسوا له الدعم. اذا دابا انا ملي تفرضت عليا لان صيفطوا لي هذا الميساج وقالوا لي المؤشر ديالك طلع، خصني نمشي تنجري نبدا نخلص. وياك ماشي وياك ما تخلصش، الا بغيتي تخلص سير خلص، الا طلع لك المؤشر فعلا اول ما غدير لك هذا الميساج يقدر يكون ما تيعنيكش، يقدر يكون المؤشر ديالك مازال مزيان. وفي هذه الحاله الا كان مازال مزيان ومشيتي كتجري غترتاك بجوج اخطاء. الخطا الاول نفس الشيء كما ذكرت قبيله، تقدر انت واخا المؤشر ديالك هابط دفع طلب انك تولي تخلص يدوز الطلب بالغلط، واخا قانونيا اي واحد عنده قل من 39 ما يدوزلوش امو الشامل، ولكن يقدر يدوز ويوقع واحد الصدام ما بين امو الشامل وامو التضامن ويحبسوا لك التغطيه الصحيه واخا ما تخلصش كاع ولا ما يدوزلكش الخلاص كاع. اذا اول حاجه دير سير تاكد من المؤشر ديالك واش فعلا طلع، لانه فعلا بزاف ديال الناس طلعوا لهم المؤشرات في هاد الشهرين الاخر، بدات مراجعه صحيحه من قبل السجل الاجتماعي الموحد والقائمين على السجل الاجتماعي الموحد للمؤشرات، ملايين الاسر طلعوا لهم، ولكن هادشي ما كيعنيش انه انت طلع عليك وفات فعلا 9.32. يقدر يكون كان عندك 9.26 ولا 9.20، يقدر يكون كان عندك 8.90 ولا 9.10، ماشي بالضروره راح يطلع لكلشي ولا طلع لبزاف الناس انه منين طلع لك انت فات 9.32. فسير بعدا للسجل الاجتماعي الموحد، ملي يجيك هذا الميساج ما تمشيش كتجري للضمان الاجتماعي حيت عندك الدعم خفتي عليه ولا عندك التغطيه الصحيه بغيتها تبقى مكمله ما تحبش. سير اول حاجه بعدا دخل للسجل الاجتماعي الموحد حساب الاسره ديالك وشوف المؤشر فين وصل، لقيتيه مازال قل من 9.32 ما تسوقش على الميساج، لقيتيه فاتها عاد تحرك، عاد شوف ديك الساعه شنو دير، واش دير تحيين بعدا، واش تضيف معك شي افراد اخرين ولا شي واحد كان شطب تعاود ترجعو، المهم دير شي خطوه باش يهبط المؤشر. سير ديك الساعه للضمان الاجتماعي وشوف واش الا درتي شكايه يقدروا يعاودوا يرجعوا لك امو التضامن لان المؤشر هبط، ولا خصك تدفع طلب اخر في السيت ولا في الموقع ديال امو التضامن .ما ولا في المقاطعه اللي انت تابع ليها. اذا الخلاصه وكلمه السر، دائما دير واحد السكانير راسك، قلب راسك، قلب الاسره ديالك، قلب المؤشر ديالك، قلب الحاله ديالك، ما تسوقش الميساجات. ولكن شنو معنى ما تسوقش الميساجات باش ما تفهموهاش غلط؟ ما تسوقليش بمعنى جاك هذا الميساج قال لك سير خلص امو الشامير راه طلع لك المؤشر فوق 39 وتمشي تجري تقلب تخلص، وانت في الحقيقه المؤشر ديالك ما طلعش، جاك هذا الميساج بالغلط ولا مقصود الله اعلم. اذا فوقاش ما تسوقش ليه، الا مشيت قلبت الحاله ديالي ولقيت اخويا المؤشر ديالي مزيان، الميساج ما كيعنينيش، جاني بالغلط ولا مقصود ما كيعنينيش، هذا هو اللي قصدت به ما تسوقلوش. ولكن الا كان فعلا طلع لك المؤشر وانت محتاج التغطيه الصحيه راه خصك تمشي دابز تهبطو، الا ما هبطش سير خلص عليها الا كنتي قادر تخلص ومحتاجها. قلب راسك بعدا واش كيعنيك هذا الميساج ولا اي ميساج اخر يجيك مستقبلا. الله يعاونك.